مشاهدينا، رانا متواجدين في بالكور بالضبط في حي العقيبة، رانا في سوق العقيبة، راح نشوفوا ناس بالكور وناس العقيبة واش يقدروا يساهموا معنا في العرض تاع اليوم. تبعونا. ساهم معنا في العرض تاع اليوم. تعطيني الفاشي تاعي. شحال زوج كبار وحدة تسوي؟ صحيت. ربي يحفظكم. ربي يحفظكم، ربي يحفظكم. صحة فطوركم وصحة عيدكم. مشاهدينا كما كنتوا تشوفوا، ناس العقيبة فرحونا بزاف بزاف، يعني المرحلة الأولى تاع المعروضة تربح تمت بنجاح. الآن رانا متواجدين في حي فايزي بلدية برج الكيفان. كما كل يوم نقولكم، كل يوم قضية، كل يوم عرضة، وكل يوم عائلة، في كل عائلة قصة وحكاية. العرضة تاع اليوم راح تكون عند الأخ دراجي اللي حلنا البيت تاعو. خلونا نتبعوا مع بعض القصة تاعو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الله يسلمك. كما راكم تشاهدوا، العرض اليوم عند الاخ دراجي من فايزي بلديه برج الكيفان والعائله ديالو. في لحقنا رحبوا بنا وفرحوا بزاف بوجودنا. غير دخلنا، دخلت هنا للمطبخ مع الزوجه الكريمه اللي استقبلتني وفرحت بيا. لقيتها مجهزت لنا الاكل، عاونتها وكملت معها اللي بقى، وبديت نجهز انا مائده الافطار. راوي أذن، نفطروا ونبداو القصة تاع الأخ دراجي. الله أكبر. صحتك دراجي. الله يسلمك. يعطيك الصحة. انت ثاني اختي، انت ثاني، مرحبا بك. يسلمك ويعطيها الصحة الزوجة الكريمة على الأكل الطيب هذا. هذا سما بفضل ربي سبحانه وفضلكم انتم على كل حال. شكرا، بارك الله فيك. احنا الجزائريين معروفين. على كل حال. معروفين حتى ماشي في رمضان، مرحبا بكم. أيوة. خاصة عائلة البوساطة تلقاهم دائما يرحبوا بالضيف. الله يرحمهم. صافي بليزر كي جيتونا يعني. يسلمك، احنا جينا فتحت لنا دارك، حبينا تفتح لنا قلبك. القلب هو الأولاني، يعني احنا فتح لكم قلوبنا وإن شاء الله نربحوا عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. والله غدرتونا طلعتونا المورا شوية كذا. يسلمك، نبداو بقصتك. تفضلي تفضلي. قلت لي كنت خدام وخرجوك، نبداو وقتاش بديت؟ 2018 حتى 2016. صار لي واحد المشكله هكذا. كنت خدام في البلديه. هكا زادوا لي عندي دراري، شغل كثرت عليا مسؤوليات على الدراري. اسمع نبداو بالتفصيل. كنت خدام في البلديه اجون سيكوريتي عام ام. شحال المده تاع الخدمه تاعك؟ قول 19 سنه. ومن بعد كيف بين عشان بعد كنت كثرت عليا تسمى المصاري تاع الدراري وكبروا عندي دراري منا، وليت ما نخدم في الليل وفي النهار نخدم بناء. تبريكو اللي تعاون نفسك باش نعاون روحي هكذا، باش ما نروحش يدي الناس. يعني باش يعني بين قوسين كيما السبع، كيما يقولوا السبع هو يصيد. خل ما واحد حاشا كي الضبع يروح يلقط الفضله هذيك. قلت انا باش ولادي نوفر لهم امور تاع الحياه.
بون الدراجي باش نوضحوا برك المشاهدين بس يحضرنا مقبلة وراء الكواليس. نعم. انك انت كنت خدام في البلدية عون امن والسبب اللي خلاهم باش يطردوك داروا بك شكوى بلي كثير الغيابات. غياب ضبط سمانة ما يكذبش عليك. يعني نروح لا نروح الروطار. نعم. احنا عندنا في البلدية كي تروح الروطار إيه شغل يقلبوا لي كونترول تاع الولاية عندنا كونترول هذاك شاك واحد 2 زور 3 زور يجي يعبك احنا بر ولا بنخدموا نخدموا أربعة كنت نخدم بعدها بدلونا احنا لي زونسيان بدلونا وين البريمار وين يقراوا الدراري. نعم. يعني في رمضان هذاك عبك واحد يخدم في الليل بعد يخدم وانا كنت نخدم بالوحده لتسعة تاع الليل. ثلاث ايام. وكيف جا قرار الطرد هذا شغل هكذاك؟ تعسوا في قطع اوكي 17 سنه وانا نخدم جامي صرا لي مشاكل. تسمى كي وليت نخدم الليل والنهار وليت ما نقدرش. مع دوك راني كبرت دوك راني 50 سنه ماشي كيما 21 سنه. وليت نتعب في الليل نتعب ومنا وفي النهار نزيد نخدم. من بعد خرجوني ومن بعد البروبليم وين راه يعني تسمى الحاجه اللي تسمى اللي واساتني. باش ندير لقد الدراري عندي ربعه يقراو في ثلاثه في ربعه يقراو كان يعطوني اسمح لي برك دراجي الوقت اللي خرجوك فيه شحال كانوا عندك الاطفال؟ كانوا عندي ثلاثه. الله يبارك. انت عندي ثلاثه ومن بعد كبروا لي دوكا واش حاب نقول لك دوك ولادي دوك يخرج يشوف وليد الجيران مثلا يلبس مليح وكذا منا انا نصبرهم نقول لهم يا ودي احنا ما القناعه وهاو كيفاش منا بصح لازم نشري لهم كما مثلا الادوات المدرسيه كي تجوا الادوات دخلت على ليكول الاساسيه يعني الحاجات الاساسيه باش في تسمى باش الحاجات الاساسيه دوك لازم نشري الحوايج لازم كذا عندي البيبي ثاني لازم ليكوش لازم كذا دوك عندك 5 دراري عندي 5 عندي 5 عندي 4 دراري طفله طفله هذه قالت لي يا بابا وكذا وانا نخرج مليك ونعاونك ومنا ها وليدي ثاني في عمره 14 سنه ها ودي فوا يعاونني وانا دوك والله غير يدير ستاج وقرايتو حبسها والله غير حبسها على جال باش يعاونني يعني صراحه انا والله ما كنت والله ما شغل والله ما سامح نفسي هذا والله ما سامح نفسي كي راس ما يتعبوا معايا والزوجه تاعي ثاني مريضه وثاني تروح طيب هكذا مثلا خبز تاع الدار اه بس تعاون حكيت لك بالك بالله باش تعاونك يعني صالحكم انا بتكر ربي سبحانه وهو شاهد وانا ماشي طبيعتي اللي باش نشكي انا عمري ما يعني اول خطره يعني جوني الصحافه للدار وكما شي زوجه يعني احنا رانا ضيافك اليوم معليش انا الصحافه والله صدقيني يعني بين قوسين والله ما نحب نسكن انا ماذا بيا كي نحط راسي القبله نشكي ربي سبحانه سبحانه دوك الحاجه قدامكم راهي باينه دوك احنا واش نطلبوا؟ نطلبوا عامل العمل هو ما كيكون عمل دائم دوك انا عند الناس واحد يخدم لي واحد يعطيني دراهمي واحد ما يعطينيش واحد يقول لي اصبر راك تبريكولي غير في بريكولي عند الناس عند الجيران فوالا عندي شونتي اللي يعيط لك تروح تلفت تحط نخدم 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 في اي خدمه نخدم بارك لي عندي النيفو وراني تسمى لازم نخدم سي اوبليجي عليا نخدم والبلدية ما عاودت وليت ليهم والله غير وليت وليت واحد الانسان واحد المسؤول ربي يسامحه اللي قلت لك ما سامح لهم كاين زوج قال لي تعطيني 50 مليون نعاود نرجعك المنصب تاعي هكذا هما داروا لي كوديطا باش يدخلوا واحد بلاصتي هذه هي وانا باش مد 50 مليون ما عنديش انا زوالي اسمح لي وهي حرام على كل حال هذاك الوقت كان رئيس بلديه ماشي نفسه اللي راهو دوك حاليا لا لا انا عقبت 18 المير حنا نهضروا على لا لا بلديه برج الكيفان لا لا ماشي المير ماشي المير تاع فورلو عندنا واحد كومبلو دي كومبلو دوك انا باش واحد ندير لك سبه لازم نخرجك بالخدمه دوك 17 سنه وانا نخدم دوك شنو نقول لاختي دوك انا باش نروح ندير الحرام نسرق انا قادر نسرق بصح ندخل بلادي الحرام ما نقدرش ما تربيناش على شي هذا ما نكذبش عليك يعني صراحه انا الحاجه اللي راني ضروريه للعمل السكنه والله ما نحوس السكنه انايا الى جاب ربي انا ما نقولش لا لا معليش دوك هضرنا على العمل ومن بعد نعطوا رساله لرئيس المجلس البلدي لبلديه برج الكيفان ان شاء الله ربي ونزيدوا نهضروا على الساكن هذا قلت لي بلي هذا كان تراب انت كنت مع الام تاعك كنت ساكن مع الام تاعي مازال في الحياه بعد كي جاوا الدراري من الضيق وقاعتك ما قدرتوش تعيشوا في نفس خرجتوا هنا هذا انت اللي بنيته هذا اللي بنيته انا
عندك الاجزاء لك حافظهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ضرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. صدق الله العظيم.